الدجاج هو اللي كنا مزوقين فيه، كنا كنقولوا هذا الدجاج، الدجاج هو اللي تيغنينا شويه على غلاء اللحم. جينا دابا ما عرفنا فين نسدوا الراس، بغيت تمشي للحم تشري غالي وتشري الدجاج غالي. ما كاين لا رقيب ما كتراقب لا اسعار لا حتى شي حاجه، كيزيدوا في كل شيء، كيزيدوا يوميا. واش اللحم 120 درهم 110 درهم؟ تي الناس كانت اتجهت للدجاج كتقول ما غادي ناكلوا في الاخر تزيد عليها في الثمن.